قبل أيام قليلة انتشرت شائعات وفاته، إلا أنه تم تكذيب الخبر بعد ذلك. ولكن اليوم وتحديدا قبل قليل تم نعي الراحل زهير رمضان رسميا من قبل نقابة الفنانين السوريين ووزارة الإعلام السورية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وولد زهير رمضان في 21 من حزيران يونيو في العام 1959 في مدينة اللاذقية الساحلية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. شغل منصب نقيب الفنانين السوريين وكان عضواً في مجلس الشعب السوري. بالإضافة إلى عمله الفني، اشتهر زهير رمضان بدفاعه الشرس عن النظام السوري وشخص رئيس الجمهورية بشار الأسد، وقد أثار الكثير من الجدل بعد تسلمه منصب نقيب الفنانين عند فصله لعدد من الفنانين لأسباب اعتبرها كثيرون غير منطقية، مثل عدم دفع رسوم العضوية. وكان الفنان الكبير بسام كوسا من أشد المنتقدين لأداء زهير رمضان كنقيب للفنانين السوريين. واشتهر الراحل زهير رمضان في عدد من الأدوار، أبرزها دور أبو جودة في مسلسل باب الحارة، ودوره الأقرب إلي شخصياً دور المختار عبد السلام بيسا في مسلسل ضيعة ضايعة. توفي اليوم، أي في 17 من تشرين الثاني نوفمبر، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد صراع مرير مع مرض التهاب الرئة. وأنت أي دور من أدواره الأحب إلى قلبك؟ شاركونا آراءكم أصدقاء الرائعين، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.